محادثات جمعت اليابان والاتحاد الأوروبي في طوكيو بشأن فتح شراكة اقتصادية بين القارتين. المحادثات التي تستمر لخمسة أيام في العاصمة اليابانية ستشمل إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية والأغذية المصنعة وقطاع السيارات. المفاوضات جاءت بعد اتفاق شراكة تجارية عبر المحيط الهادي والذي يهدف إلى إقامة منطقة تجارة حرة تضم الولايات المتحدة الأمريكية وفيتنام وعشر دول أخرى مطلة على المحيط الهادي. اليابان تعتقد أن بعض التعريفات تحتاج للبقاء كما هي عليه لحماية القطاع الزراعي في البلاد، فيما يبحث الاتحاد الأوروبي كيف تتعامل طوكيو مع قضية الرسوم على السلع المصنعة مثل النبيذ والأجبان.